السلام عليكم احبائي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنوجد معكم واحد البسبوسه كتجي رائعه هائله كيف ما كيبان لكم في الصور. نمروا المقادير وطريقه التحضير. عندي في المقادير كاس ديال سكر سنيده مع عامرش كيف ما كتشوفوا، كاس تاع الزيت، كاس تاع عصير الليمون، وكاس ديال الحليب حتى هو مع عامرش، واحد جوج كيسان ديال السميده، نفس الكيسه اللي عبرت بهم السكر سنيده والحليب، دانون تاع الفاني، قشور تاع ليمونه، جوج حبات تاع البيض، وعندي خماره من وزن 16 غرام. غدا نمر باش نوضع العناصر اللي عندي في الخلاط الكهربائي. غدا نخلي غير السميده والخماره حتى الاخير. كيف ما كتشوفوا غدا نطحنهم، من بعد غدا نوضعهم في واحد الاناء. غدا نوضع الخليط ديالي في اناء، وغدا نضيف عليه السميده والخماره بطبيعه الحال، وغدا نخلط. حاجه اللي بغيت نضيفها ان ما غاديش يقدوني هذوك جوج كيسان ديال السميده اللي وريتكم في الاول. غدا نزيد واحد نصف كاس ديال السميده، يعني جوج كيسان ديال السميده ونص. كنخلطو مزيان. غدا نوضع الخليط ديالي في المول، وغدا ندخلو الفرن على درجة حرارة 160، وغدا نمر باش نوجد سيرو باش غدا نسقي البسبوسة. وبقاو معايا. عندي كأس ديال الماء، كأس ديال الليمون، وكأس مع عامرش ديال السكر سنيدة. هذا هو السيروم باش غدا نسقي البسبوسة ديالي. وهي البسبوسه من بعد ما خرجتها من الفرن، وغدا نسقيها. هي دابا راها بردات لانني كنت خرجتها دابا شي 10 دقائق تقريبا. نتمنى تجربوا هذه البسبوسه، راها كتجي رائعه مذاقا وشكلا. هاهي من بعد ما وضعتها في طبق التقديم
التزيين كيبقى اختياري، انا فضلت نزينها غير بالكوك، انتوما كيبقى لكم الاختيار. نتمنى تجربوها، ما غاديينش تندموا عليها. مقاديرها بساط وحتى الطريقه راها بسيطه. نتمنى اللي اول مره كيشوف القناه ديالي يضغط على الزر الاحمر ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وهذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه. وكنقول لكم باي باي الى فيديو قادم ان شاء الله.